ايوه بيب. ايه؟ ترج الازازه قبل الاستعمال، شفطه واحده وما تقولش لعدوك عليها. انت متاكد؟ وشرفك يا سعاده البيه، لولا الازازه ديت ما كنت قدرت اتجوز نسوان التلاته اللي على ذمتي. كده ما ينفعش، ما رجتش الازازه. رج لا لا قوي. رئيس الحسابات وشريف بيه ماله؟ مفيش، اصل برج الدواء. تعالى بقى شويه بقى. رج تاني يا بيه. افكر بيه؟ نعم. ها خلاص الاجراءات كله تمام والفلوس عدتها؟ عدتها. والكسور والملاليم والنكل؟ تمام التمام. عال برافو عليك يا حسين، فوت علينا يوم السبت يا بيه. طب خلي الفلوس عندك. يعني لازم تستلم الصابون النهارده؟ النهارده الخميس يا بيه، وناس تحب تستحمى صباحيه الجمعه. متهيألك انا شخصيا بتشائم من ليله الجمعه. ليه؟ مش لاقي صابون؟ لا اتولدت فيها بس. ابو الافكار ايه؟ ايدك على جوز جنيهات. ايه؟ مصاريف عزوميه بقى، انت عارف مقابلات عزومات. طب ما تسترخص وتتجوز. اتجوز؟ انت ما سمعتش جحا قال ايه عن الجواز؟ قال ايه؟ قال الله يجازي اللي اتجوز قبلي وما نصحنيش، واللي اتجوز بعدي وما سالنيش. هاتهم بقى. خدهم من جحا. سعيد عم شريف. سعيد يا فكري. خدهم من جحا. بص عليك. صار يا شريف اطلب من فكري 2 جنيه سلف وما ادانيش. ايه ده؟ مش معقول. اه والله يا راجل جبان. انما انت بقى طبعا في فرق كبير بينك وبينه. اه طبعا. هو جبان. طبعا. انا بقى اجبن منه. المدام مشيت على مصالح؟ لا بيه موجودة. طب لو سمحت تنده لها. يا عندها حفلة يا بيه، اتفضل. شكرا. Thank you.
فيها واللي دافع عن اوطانه هو لوحده اللي يعيش فيها ونغنيه هاي هدى برافو احسنتي عجبتك تجنني يلا بقى يا حبيبتي روح ما اقدرش ده انا المسؤول عن الحفله طب هنستنى للساعه كام بكتير للساعه 5 ونتاخرت 5:30 وانطلت بقى تبقى 6 لكن لازم نمشي قبل 7 لكن انا جعان جعان يا هدى استحمل لحد ما نروح ها حفلة طعمها يا فندم ايه اللي في جيبك ده يا استاذ يا نجدة الحقونا من فضلكم حرامي في المدرسة طلع اللي في جيوبك اتفضلي دي محفظتي وده منديلي الحرام اهو يا أبلة وده حجاب الحصن الحصين طلع اللي في جيوبك البرانية عن اذنك ما يصحش كده يا أبلة ده جوزي الاستاذ فكري ده راجل محترم ومش ممكن يكون مخبي حاجه في جيوبه اتفضلي معلش يا ست هدى ربنا يتوب عليه جعان جعان تقوم تفضحني في المدرسه امبارح نايم من غير عشاء والنهارده فطران ب 12 حبايه فول عدتهم بالواحده امال انا متجوز ليه يا عالم ايوه كده اعترف طلع اللي في قلبك يا هدى يا هدى هو الراجل بيتجوز ليه يا استاذ الكلام ده كان زمان ايام ما كانت الست جاريه في البيت النهارده انا بشتغل زيك وبدفع زيك طب اهتم بيا شويه صغنططه قد كده اكتر من كده ده انا مموته نفسي بشتغل في المدرسه ودروس خصوصيه في البيت يا حبيبتي مش قصدي يعني لقمة حلوة من ايديكي صينية مكرونة بالبشاميلي نفسي الغوص يا حبيبي استنى الاجازة وبلغوص زي ما انت عاوز دلوقتي بقى صبر بشوية الشوربة اللي على النار دول امر لله طب اتفضلي بقى غيري هدومك عشان نخرج بعد ما نتعشى نخرج فين النهاردة الخميس فسح مفرفش الله 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 استنى انتوا هي مصر على راس مش من هنا احنا جايين ناخد الدرس يا ام النهارده اجازه تعالوا بكره الله يا خبر نسيت اقول لك ايه متاسفه يا حياتي اصل دول بتوع سنه رابعه ولازم ياخدوا الدرس النهارده خليهم لبكره بكره عندي سنه 5 يا حبيبي اللي بعده عندي سنه 6 يا روحي طب اعتبريني في الروضه انا خارج والشوربه اللي على النار اديها لهم حصه في التكبير المنزلي انا خارج